حاجات كتير قوي متشقلبة في حياتنا، تصرفات، أخلاقيات، ردود أفعال، حاجات كتير قوي سلبية على المستوى الشخصي أو على المستوى المجتمع، بتخسرنا كتير قوي برضو على المستوى الشخصي وعلى المستوى المجتمع. إحنا بس في برنامجنا هنشوفها بس بالمعدول. اللي يضربك اضربه، اللي يشتمك اشتمه، اللي يهينك هينه، اوعى تسكت لحد، خد حقك بايدك. للاسف دي الثقافات اللي اصبحت منتشره في مجتمعنا المصري، ودي التوجيهات اللي بكل اسف اباء وامهات كتير بيقولوها لاولادنا جوه البيوت. زود عليها بقى ثقافه اغاني المهرجانات اللي انتشرت، انا خارج عن السيطره، حاسب يا عم، وسع يا اسطى، والحاجات اللي بقينا نسمعها غريبه من ولادنا. زود عليها الافلام بقى اللي بقت تصور للولاد ان الرجوله والمجدعه هي الفتوانه وفتحه الستر والضرب، فاصبح ولادنا هي دي المصادر اللي بيتلقوا منها، بيت بياخدوا منه كده وميديا بياخدوا منها كده، مستنيين منهم ايه؟ فلما نشوف حادثه زي بتاعه راجح والبنا، فدي نتيجه طبيعيه لكده، طبعا مع مراعاه ان الداخليه مسكت الخليه اللي كانت بتعمل شويه شغل وكذب والاشاعات على السوشيال ميديا، لكن برضو ولاد كتير متاثرين بالثقافات اللي بيشوفوها. طب البدايه ايه؟ البدايه بيت، البدايه اب وام يوجهه صح، وعم وخال وجد وجدة وأي حد كبير في البيت. زي ما هم تربوا لازم ولادهم يتربوا، لازم المعاني اللي احنا تربينا عليها توصل لولادنا، وبعد ما البيت يأسس ويربي صح يجي دور بقى المجتمع، يجي في مدرسة، في جامعة، في جامع، في كنيسة، في قرايب، في أي مجتمع، هي مسؤولية مشتركة. طب الجزء الثاني، الجزء الثاني القوة الناعمة. فاكرين الجملة اللي اتقالت في فيلم الممر؟ احنا مش هندافع، احنا هنهاجم. احنا مفروض نهاجم بقوتنا الناعمة اللي هي ايه؟ اللي هي نموذج زي فيلم الممر. شفتوا حضراتكم الفيلم لما نزل في السيما او ما نزل في التلفزيون عمل صدى قد ايه في المجتمع المصري، وخصوصا مع الشباب اللي احنا يهمنا ان شبابنا يسمعوا صح. طب انا محتاج نموذج من ده واحد او اتنين في السنة، يجي حد يقولك التكلفة والانتاج، ما يهمنيش الانتاج قدام ان انا بوصل لولادي معاني ممكن المجتمع يضيع بسببها، بس فيلم واحد صح بيوصل. طب انا محتاج من نموذج واحد واثنين، مش لجيشنا وشرطتنا اللي عندهم بطولات نتكلم فيها سنين، لمصريين كتير، اب وام بيكافحوا، شباب مصري محترم وشريف ووطني بيكافح عشان نفسه وعشان بلده. ما انا محتاج اوصل النماذج دي في الدراما وفي السينما والمسرح، محتاج اسمع اغاني من شباب واصوات مصرية كتير جدا في الغنى وفي التأليف وفي التلحين وفي التوزيع. في شباب، بصوا مصر لم تنضب من المواهب، احنا بس اللي قافلين الدايرة، لكن مصر مليانة مواهب كتير، القصة بس فرصة يتفتح لهم الباب. حتى في الميديا في شباب موهوب كتير جدا، مذيعين، مخرجين، مصورين، صحفيين، بس محتاجين الباب يتفتح لهم. بالقوة الناعمة دي بس انا هقدر اغير المجتمع، بالقوة الناعمة دي بس جنب التربية طبعا هقدر ان انا اشوف الإيجابيات هي الغلبة والسلبيات هي اللي بتقل، وساعتها بس هنشوف الصورة بالمعدول.